ولقائنا الآن مشاهدينا مع شيخ البلد شيخ محمد البرومي. ازيك؟ عامل ايه يا حاج؟ مرحبا، الحمد اخبارك لله ايه؟ الحمد لله. والله انت هنا من الصبح بقى من ومتابع الصبح القافلة ومتابع كل حاجة، احكي لنا متابعهم بقى انطباعاتك ايه والله وايه رأيك؟ متابعهم والله، فيهم الخير كلهيتهم وقاموا بالواجب كلهيتهم، الناس طيبة ايه رأيك في اللي عملوه لا النهاردة في والله اللي حصل؟ عملوا كل طيب، كل خير، تمام، عملوا كل خير للناس. طب حضرتك تابعت القافلة بقية الحاجات الخدمات اللي بتتقدم هناك؟ قافلة الكشف الطبي الكشف الطبي والتوزيع والحاجات دي كلها، التوزيعات كله تمام، والارقام وكل واحد برقمه وكل واحد مظبوط، منظمين، منظم، كل شيء منظمه الحمد لله. التحالف عامل القافلة النهارده ستر وعافيه لخدمتكم لخدمتنا. والله نشكر الرئيس ونشكر جميع اللي قايمين على القافله كلها، من دكاتره واعلاميين وجميع كل الناس دي نشكرهم، ونشكر الرئيس على اللي فاكر في الناس الطيبه والغلابه اللي هي دي اللي هي اهل البلد، في طبيه للحريم الكبار وللبنات الصغار للكل كل حاجه، وللمواشي نشكر الاطباء، هم الاطباء اللي قايمين على الناس على المواشي والناس الطيبه دي، ونشكر جميع كل اللي قائم على القافله من احنا اول اللي ما وصلوا هناك لغايه ما، لان انت استقبلتنا استقبال جميل قوي. الله يصلح حالك، وكل يعني كلكم كرم الله وذوق، يصلح ودايما حالك. احنا مع بعض الله يخليك، مش هنسيبكم ابدا، الله يصلح وكلنا كده حاجه واحده. الله يخليك، احنا بننظر من القافله دي من اول امبارح، من العمده للشيخ لجميع كل حاجه، والناس هنا مبسوطه كل هيته الحمد مبسوط. لله كل الناس مبسوط الحمد لله، والله العظيم كل الناس مبسوطه، وكل الناس مبسوطه من كل اللي عملتوه، ونقفل ونشكر الاطباء اللي هم الاطباء اللي هم البطاريين، والاطباء اللي هم ايه اللي هم بتوع البني ادمين برضه. ايوه دول على ناس محترمه، وكليتهم كنا من الصبح معاهم وبنلف عليهم، وناس قاعده يعني هيا كل واحد واقف على عمله وعلى نظامه، ونشكر الاعلاميين اللي هم الناصريه الله ومشرفينا في الناصريه ومشرفين اهل البلد. احنا لينا الشرف ان كلنا متواجدين معاكم ودايما مع بعض. الله يصلح حالك، شكرا يا حاج، شكرا. مشاهدينا، وزي ما تابعنا مع حضراتكم النهاردة كان انطلاق قافلة ستر وعافية رقم 21، واللي انطلقت من مركز صون الحجر بمحافظة الشرقية. الحقيقة القافلة النهاردة كانت فيها حاجات كتير وخدمات كتير جدا، كلها في خدمة أهالينا. كان في خدمات توعوية وخدمات طبية وخدمات بيطرية وخدمات للأطفال وأيضا خدمات غذائية، ده بالإضافة إلى التوعية المجتمعية. وطبعا زي ما تابعنا الخدمات كلها تكاملت وتحالفت وتكاتفت عن طريق طبعا مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وزي ما بنحب نقول كل مرة، أهل بلدنا اطمئن أنت في مصر.